الدين الذي جامع سؤالك أن يقام على أرض الجامعة هذا المكان المميز الذي نشعر جميعا بالفخر أن لدينا هذه الكوكبة من علماء الوطن العربي. أسمعوا بس الجامعة وأسمعوا جميعا أرحب بضيوف جامعة سوهاج من مختلف البلدان العربية، وسوف أذكر أسماء الدول العربية المشاركة في المكان. من العراق الشقيق والأردن الشقيق ولبنان الشقيق وليبيا الشقيق واليمن والسعوديه. ارحب جميعا باسم اهلا وسهلا بحضراتكم. شرفت الجامعه وشرفت بكم محافظه سوهاج، واشكركم كل الشكر على حضوركم وعلى تلبيتكم لدعوه جامعه سوهاج للتواجد على ارضها. وعلى المستوى الشخصي أعتبر من هذا اليوم يوم تاريخي في الجامعة، أن يكون لدينا هذه الكبة من شعراء العالم العربي. وسعادتي أيضا تنبع من اختيار عنوان هذا المكان في حب النيل. هذا الشريان الذي ننتمي اليه جميعا، والذي بدونه ربما تصعب الحياه للناس بدون نهر النيل. وهذا النيل الذي كان من الاشياء التي ابدع فيها يشرف. يشرف الحمد لله المسؤولية معنا كجامعات وكعاسين في الحفاظ على حق مصر في مياه النيل. اسمحوا باسم الجامعة أن سوهاج نرحب بشعراء الغربة فاتحة على محضرها تنطلق من تاريخ أكيد كتبه وسطره شعرائها من أرض العصور وما يعرفه أنني أحييكم في رحاب هذه الجامعة الفنية، واسمحوا لنا أن نذكر أن محافظة سوهاج كتبت لمصر الغروبة وللبشرية الجامعات عددا كبيرا من الشعراء في عصرنا الحديث، ذكر كثيرا منهم المؤرخ السوهاجي محمد ومحمد بن محمد الضرابي في كتابه الضخم ذو المجلدات الثلاثة عشر. من بلاد الثلاثة حيث ذكر شهير علماء ورداء مدينة بلجيا التي كتبوا بعض الرحلات فقد فيها كل مدن مدينة بلجيا التي حملت اسم محافظة سوهاج من عام 36. توجه بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في اختيار هذا المهرجان التنظيمي، واسمحوا لنا ان نشكر نحن نعلم حجم وصعوبة الرقابة المسؤولية في الإعداد لهذا المؤتمر والدعوة، وأكثر
على استحاضة طبعا لازم يصور مؤتمر محلي انما مؤتمر دولي عربي في ضيوف اسر من الدول العربيه. كل شكر التقدير بعد الفاضل الدكتور صمد محمود السيد رئيس الجامعه عشان التعليم والتربيه من الأهالي، أتمنى أن الدكتور